وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل معاذ مجمد فضيلة. حياك الله يا مجمد. كيف صحتك؟ كيف أخبارك؟ أحمد الله إليك. الآن الطلبة ينتظرون في كلمة هنا في المعهد في السودان المرحوم. تفضل يا شيخ. لا بأس إن شاء الله. تفضل. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، طريق السعادة والهداية إلى جنات النعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. معاشر الإخوة الكرام، نحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، وأذكركم وأذكر نفسي، أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا ويشرحها لهذا الدين المبارك، أعظم الأديان وأحسن الأديان وأصدق الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين العظيم بين لنا صلوات الله وسلامه عليه معالمه وحدوده وأحكامه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا ضال وهالك، الذي يزيغ عن هذا الصراط وعن هذا الهدي المبارك خير الدنيا والآخرة. والله إنه لهالك وضال. هذا الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه أنصح رجل وجدته البشرية للبشرية، أنصح رجل أخرجه الله تبارك وتعالى للبشرية، الحمد لله الذي جعلنا من أتباعه، حب رجل إلى قلوبنا وحبه يقتضي أن نتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معاشر الإخوة الكرام، أوصيكم في هذه العشية المباركة نتوجه إلى الله أن يصلح قلوبنا، فإن القلب سيد الأعضاء كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، سيد الأعضاء. والقلب مخلوق خلقه الرب جل وعلا لعبوديته، خلقه الله عز وجل وهو يحرك الإنسان. تتحرك بقلبك يا عبد الله، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية مكانها القلب.
لذلك قال العلماء هذا الحديث هو الدين كله، لأنه يدخل في جميع أعمال العبد، أعماله وأقواله لا تنطلق إلا من قلبه، من نيته يتحرك القلب. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما الأعمال بالنيات، قصر الأعمال كلها على النية، والنية محلها القلب. ووالله إذا صلح القلب صلح الجسد، وصلاحه مراقبة الله جل وعلا. صلاح القلب وفساده، مرضه وموته، حياته الحياة الطيبة والله تكون بطاعة الله جل وعلا، ومرضه وموته بمعصيته. هذه الحياة وهذا الموت إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. كل منا يراجع نفسه وقلبه، ماذا تقصد يا عبد الله؟ ماذا تريد؟ الله يطلع على قلبك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ماذا تريد بأعمالك؟ ماذا تريد بصلاتك؟ ماذا تريد بذكرك؟ ماذا تريد بصدقتك؟ ماذا تريد بتعلمك وتعليمك؟ يجب أن تخلص النية لله يا عبد الله، يجب أن تخلص قلبك للرب تبارك وتعالى، فإنه هو المطلع عليه، لا يطلع عليه أحد ولا يملكه إلا هو سبحانه، لا إله إلا هو. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، لا إله إلا هو. ينبغي أن نكون نتثبت، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والثبات عليه مع هذه الفتن والاضطرابات. كل يزين له شيطانه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء على حسب مقصده، على حسب نيته، وعلى حسب توجه قلبه. صلاح القلب شيء عظيم، صلاح القلب والضمير والنية شيء عظيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. بعض الناس يريد الفساد، يريد الشرك، يريد الضلال، يريد البدع. لماذا؟ لجهله، لجهله، جهل السنة، جهل سنة محمد حقيقة. ثم وقع في قلبه عادات وتقاليد فثبتت في قلبه وزينها له الشيطان فظن أنها الحق. لا إله إلا الله. ونحن نسأل الله جل وعلا يحبب إلينا السنة ويزينها في قلوبنا، ووالله لا يكون ذلك إلا بالعلم. نتعلم القرآن
ونتعلم الحديث البخاري ومسلم أبو داود نتدارس ليل نهار كل يوم ساعة من ليل أو نهار أعظم مدرسة نجتمع في المسجد ونتدارس كلام الله كما أراد الله فسره العلماء القرآن فسره العلماء وبينه كابن كثير وابن جرير والشيخ السعدي والشيخ أحمد شاكر الآن اختصر تفسير ابن كثير وأخرج منه الأحاديث الضعيفة والله ما تدارسه في المسجد النبوي ما تدارس البخاري بل 40 النووية أو رياض الصالحين كل يوم نتدارس ديننا ماذا يدلنا ماذا يرشدنا ماذا يحثنا ماذا يأمرنا نهتدي بهديه ونتخلق بأخلاقه ولا يضرنا من ضل ونهدي من استطاع من أراد الله له الهداية على قدر استطاعتنا نبين له يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والله نرجع إذا اختلفنا إن تنازعتم في شيء القرآن يجمع القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوم أما نركب عقولنا ونركب أهواءنا ونركب الضلالات بالجهل والكذب على الله وعلى رسوله لا ويله كثير من أهل البدع والطرق الصوفية التي بعدت عن شرع الله وعن دين الله وعن الاهتداء بهدي الله وكلام الله وكلام رسوله يدندنون ويطنطنون بأوراد وأذكار وأشكال ما أنزل الله بها من سلطة كيف كان الرسول يذكر مع أصحابه كيف كان الرسول يجلس مع أصحابه ننظر ندرس والله بين الصحابة رضي الله عنهم ذكر الرسول وأعمال الرسول ونوم الرسول وقيام الرسول وصلاة الرسول ندرس نتعلم أما نبقى على جهل ونخترق والشيطان يمده بوسوسته وتزيينه للمنكرات لا إله إلا الله اللهم احفظنا اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرحها بسنة سيد ولد عدنان هذه وصيتي في هذا اليوم المبارك أوصيكم بها معاشر الإخوة الأحبة الله الله بكتاب ربكم وسنة نبيكم وما يأتي عليك يوم يا عبد الله إلا وأنت تتدارس آية من كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله على العلم حتى نرفع الجهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال آخر الزمان يرفع العلم ويوضع الجهل ما هو العلم الذي يرفع هذا العلم الذي يزكي النفوس ويطهرها الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هذا العلم نأخذ من أقوال العلماء ونرى وننظر العلماء ما شاء الله بينوا وكل منهم ما شاء الله وليس بمعصومين ترى أعتقد أن العصبة بكلام الله وكلام رسوله كما قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء وكما قال في آخر في آية أخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله كما قال ابن مسعود هو كتاب الله حبل الله فسره ابن مسعود قال هو كتاب الله
هذا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله أن يجمع قلوبنا على الهداية والنور. يا معاشر الإخوة الأحبة، أوصيكم بالعلم، العلم كل يوم شيئا قليلا قليلا، نتعلم الأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، بأي شيء عرفت ربك، ما نبيك، كيف عرفت النبي، كيف عرفت الإسلام، نتدارس الأصول الثلاثة وشرحها، العلماء بينوا، كذلك كتاب التوحيد، كتاب الفقه والصلاة، صيام سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني بين، الشيخ ابن باز بين، مشايخ السلفيين بينوا صفة صلاة النبي، كذلك كيف نصوم، كيف نحج، كيف نعيش حياة طيبة. أسأل الله أن يحييني وإياكم حياة طيبة. هذه وصيتي لكم، تقوى الله تبارك وتعالى. تناقشوا أنفسكم، كل منا يناقش قلبه، يلاحظ قلبه، يحاسب نفسه. أسأل الله جل وعلا على الهداية والنور، وأن يحبب إليهم الإيمان، ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياهم من الراشدين. هذه كلمة، وسلامي عليكم وعلى الإخوة المباركين، الأخ مزمل والأخ أبو بكر آداب وبقية الإخوة المباركين، يمشون على رصيرة وعلى هداية. أوصيكم وأوصيكم وأوصي نفسي بحسن الخلق والكلمة الطيبة والثبات، الثبات هذا هو الطريق. شوف طريق محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان مع الناس، مع أعدائه، مع المنافقين، مع اليهود، مع الكفرة في مكة، كيف حاله كان يمشي مع الناس. ندرس سيرته. هذه أوصيكم ونفسي وإياكم، تمشون على هذا الطريق الصحيح، تبينوا، نبين ونثبت ولا نتحرك. وبقية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا بينا بحسنى برفق، يا صوفي، يا عبد الله، يا مؤمن، اتق الله في نفسك، حاسب نفسك، حاسب كلامك، حاسب حركاتك، حاسب سكناتك، هل يحبها الله أو لا؟ إذا قال بينوا نبين. نبين الصلاة صحيحة، ليس الصلاة بقر الغراب، وإنما الصلاة صحيحة ذات الخشوع، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نبين حفظ اللسان، نبين حفظ القلب، وهل المجر نبين للناس. أسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه، ويكلأني ولكم بعافيته، ويكلأني وإياكم برعايته وعنايته. اللهم احفظنا من الإسلام قائمين، واحفظنا من الإسلام قاعدين، واحفظنا من الإسلام راقدين، ولا تجعل الأعداء والحاسدين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك. لا إله إلا أنت سبحانك. إنا كنا من الظالمين. هذه دعوتنا النور. والله ما دعا بها أحد من الشجر لا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما سجنه الله في بطن الحوت. لما دخل في التقمه الحوت وهو مريد. ما خرج مغاضبا وهو نبي. أن الله يقول له لا تخرج حتى أذن لك. فلما خرج عن قوم وتركهم. المفروض يصبر، الله امره ان يصبر، لكنه خرج ترك قومه غضب عنهم، لا فاسقط اخذه الحوت فسبح ذكر الله. ولذلك كل مؤمن اذا جاءته كربه جاءته شده يذكر الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب الا استجيب له ونجاه الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه وصيتي لكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله خير.
بارك الله في عملكم وجهدكم. السلام عليكم. حيك يا مزمن. السلام عليكم. بلغ سلام الإخوة جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.